انا خليني اخفق الجبنه الكريميه، اهم شيء تكون الجبنه الكريميه بحراره الغرفه. والله منوره انت وضيفتك بالصوره يا شيف. حلوه الصوره معنا. كل التحيه والتقدير اكيد لشيف مها يوسف. الله يسعدك. يعني ارز السلطان مع اسياخ الدجاج، اسم كبير، اسم كبير صح؟ كثير طيبه الاكله. هلا رح نحط الكريمه الباودر ورح نحط الكريمه السائله، او بتقدروا تحطوا قشطه زي ما حكينا. وهلا الحليب المكثف المحلى، وهون عندنا فانيلا باودر، فانيلا بودره. عندنا كيك جاهز. هلا في ناس بحبوا يسقوا الكيك بعصير، انا ما رح اسقيه لانه النوعيه اللي جايبتها كثير طريه جاهزه هاي، ما بدها. وبعدين رح تيجي صلصه الفراوله فوقها، فاصلا رح تضطري لنا اياها كلها. رح نحط هلا كمان وحده. بدي احاول اسكر الفراغات حتى بهاي الطريقه. نحط كيك هون ونحط كيك هون، داير ما يدور الصحن او الطبق اللي عندنا. رح اوزع صلصه الفراوله فوق الكيك ورح نرجع نحط من فوق، بس انا بدي حتى يسقي الكيك اللي عندي، وبدي احاول حتى اشوفه احط هيك عشان ينزل بين الفراغات لما كله يندمج مع بعض بالثلاجه. يعني بصير عندك، شايف كيف مبين عندي؟ هسه بورجي للساده المشاهدين كيف بكون ايش مرسومه رسم. ايوه بهاي الفراغات بين الزوايا. يلا يا جماعه رح اوزع الخليط. اجراءات بسم الله الرحمن الرحيم. ديريها وهذا حلوة. كله رح يرجع يجمد كثير منيح لانه فيه جبنه كريميه زي ما انتم شايفين. تمام يما المنظر. وبنستناه يجمد وبعد هيك بنزينه بالكريمه المخفوقه وبنرجع بنزيد المزيد من صلصه الفراوله بالوسط زي الطبق الجاهز عندنا، ورح نفرجيكم اياه هلا. بدنا كيكه فانيلا جاهزه، بدنا 400 جرام جبنه كريميه، بدنا معلب قشطه او مغلف كريمه بودره او كريمه سائله كله بزبط، بدنا معلب حليب مكثف محلى، بدنا معلقه فانيلا وكريمه مخفوقه للتزيين. هلا اهم 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 خطوه انه يكون الجبنه الكريميه بحراره الغرفه. فاذا الجبنه الكريميه صلصه الفراوله، في عندنا كمان صلصه الفراوله نحتاج للمقادير التاليه. بدنا فراوله مقطعه، بدنا سكر، بدنا نشا، بالاضافه لملون طعام ومي بارده، وهي هي كل مقاديرنا.